انت يعني انت قافش علشان هي سمعتك كلمتين يعني عشان ابنك يعني مطفش وهج يعني. ما هو برضو عنده حق. انت اصلا اب عاق. انت ضيعت فلوسك على الهكس. هكس هلس حبس هكس. يا ريت الهكس الحكايه على الفلوس وبس. الولاعه دي غريبه قوي. ليه؟ بتولع من غير ما تلمس السيجار. بص ده نوع جديد ده ولا ايه؟ دي غريبه جدا. بص ها انت اللي بتهالك انها بعيده. ده سكر ده ولا ايه؟ احنا ايه ده؟ سكري احنا سكرنا حاجة. انت شربت حاجة؟ يا عم دبرني انت، اقول لي ازاي ابطل ستات؟ ما هو انا لازم ابطل ستات عشان التوبة تتقبل. اللي يبطل السجاير يبطل ستات. انت لما تشوف اي واحدة ست ايوه غمض عليك. وانا هبقى شفتها اغمض عينيا ازاي؟ تتعمد ما تبصش ناحيتها. بص يمتها يا عم. اشوف واحده ست قدامي اروح بقى بصص الناحيه التانيه كده. شفتها برضه. هي اللي جات لك غلط يعني. المفروض تيجي من هنا انت توش الناحية التانية. انت شبه عم حافظ بالملي. خلي بالك انا ايه ده؟ مين عم حافظ؟ انا في بتاع بقى محارني هنا قوي من الصبح بتاع دي. الله ايه ده؟ مش عارف بس ريحتها حلوة قوي. دي بتاعت ايه؟ نجربها. حلو. ايه الله يا ولدي دي حلوه حلاوه ودماغ ايه. دارت كده. هو ايه ده؟ ناخد ولا بلاش بتاع عظمة كبيرة بقى يا عم. كبيرة؟ والله ده الدهن في العشاء يا ابني. ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ نمل كتير قوي. ما تنضفوش النمل دي. نمل تديني حتة. أخاف عليك والله. أهم هات حتة خلاص. هات حتة. غمض عينيك واديني حتة. طب خد دي. فين؟ حلوة. ممررة؟ مزة مزة كده. ايه ده؟ انت وشك عليه نمل كتير قوي. النمل اللي عندك جالي يا اخي. تاخد حتة تانية؟ لا معايا. خد حتة تانية. ودي بس بقى عليها نمل كتير قوي برضه. عم اديله عم ناديو. حسن غالي برا. حسن غالي برا. بقول لك ايه؟ انا على السرير. وانا هروح ابلغ بتوع النمل يجوا ياخدوا النمل. الله عم ناديو. انا عم تكل على الله.